نقارن الآن الدي سي موتور، هذا برشت دي سي موتور. تذكرين هذا كيف كان مبدأ عمله؟ إيش كان عندي هون؟ كان عندي مثلاً هون نورث وساوث، عندنا كان آرمتشر هون، والآرمتشر مثبت فيها أسلاك، وكان في عندي كوميتيتر سيجمنت، والكوميتيتر سيجمنت كان يضمن لي إنه الكرنت يكون مثلاً دائماً، فرضاً خلينا نقول خلينا نفترض إنه هذا راح يلف بهذا الاتجاه، وهي الأسلاك هون، كيف لازم يكون الكرنت حتى يمشي بهذا الاتجاه؟ عندي الفلوكس هيك، فلازم الكرنت يكون داخل بالصفحة هاي الجهة وطالع من الصفحة بهاي الجهة. فهذه راح تكون هذه هيك، وهاي راح تكون هيك، ونفس الشيء هيك هيك هيك. اوكي؟ وإذا عملنا هذا، إذا الكرنت كان بهذا الاتجاه، راح يكون عندي، خلينا نتأكد، هي الموتور افكت، هي الفلوكس بهذا الاتجاه، الكرنت داخل بالصفحة، فالفورس صارت، فالفورس على هذا السلك راح تكون هيك، والفورس على هذا السلك راح تكون هيك، فراح يلف المحرك بهذا الاتجاه. هلا إذا جينا اطلعنا هون راح نشوف هي عندي الفلوكس اللي تبع الروتر بهذا الاتجاه، مظبوط؟ الروتر نفسه راح يعمل فلوكس، والفلوكس هذا كل الكرنت من هاي الجهة طالع وداخل من هاي الجهة، راح يتكون فيه فلوكس، وراح يتكون فيه فلوكس كمان ل قديش الزاوية بينهم؟ 90 درجة، فبدنا نحاول دائما يكون الزاوية ما بينهم 90 درجة، بدي أحاول أحط بي اس هون وبي ار، بحيث إنه بي اس بسحب عماله بي ار وبلف بهذا الاتجاه. بدنا نعكس هاي العملية، إحنا مستائين من البرشز من هون، مستائين من الكوميتيتر سيجمنتس، الكوميتيتر سيجمنتس والبرشز بيسمحوا ليش إني ألف على سرعات عالية وفيهم مشاكل مختلفة. رح نعكس العملية، وين رح نحط البيرمننت ماجنت؟ جوه، رح نحطه في الداخل. راح نيجي نعمل مثلا بيرمننت ماجنت، خلينا احط، راح احط انا ماجنت واحد بس، ممكن يكون معادله الماجنتس، نفترض عندي هذا هيك نورث ساوث، وهذا هلا ستيتر، راح نحط احنا في وايندينجز، وين لازم يكون هلا الفلكس اللي جاي من الستيتر حتى يسحب الروتر؟ هيك، مظبوط. فبدي الان امرر كرنت في الستيتر بحيث انه مجموع الفلكسز اللي جاي من هون يجي بهذا الاتجاه، يعطيني فلكس بهذا الاتجاه، فكاني عمالي بقول انه هذول كلهم هذول كلهم طيب، المشكلة انه هذا هلا رح يبدا يتحرك، مظبوط؟ ايش لازم اعمل متى ما بدا هذا يتحرك؟ بدي اغير الستيتر، والستيتر بده يضل دائما، الستيتر شو المعلومات اللي بده اياها حتى يقدر يضل حاط هذا الفلكس بالمكان الصحيح؟ ايش بحتاج يعرف حتى يحط هذا هيك ولا هيك؟ مين اللي بسبب الستيتر؟ بي اس الكرنت اللي موجود هون، مين بسبب بي ار؟ هذا، بس هذا عماله بلف. طب لما لف هذا شوي لهون ايش لازم اعمل في بي اس؟ بده يصير هون، لما لف هذا صار هون، وين بده يصير بي اس؟ هون، اذا ايش المعلومات اللي بدي اياها تعرف وين احط الفلكس تبع الستيتر؟ البوزيشن، بدي البوزيشن، ايش بدي البوزيشن تبع هذا؟ فراح اشبك بهذا هون انكودر او ريزولفر. فإذا صار بي ار بهذا الاتجاه راح احط بي اس بهذا الاتجاه، وإذا صار بي ار بهذا الاتجاه راح احط بي اس بهذا الاتجاه، بحيث اني دائما اكون ليدنج باي قديش؟ باي 90 ديجريز. هذا حقق نفس مبدا الدي سي موتور، بس من ايش تخلصت من هون؟ ما عندي برشز، تخلصنا من البرشز تماما، فبقدر اجيب سرعات اعلى من اللي بجيبها في الدي سي موتور وتخلص تماما من البرشز. بس بدي الان شغلتين، بدي فيدباك، بدي انكودر او فيدباك يعمل لي فيدباك من الموقع تبع الروتر، وبدي اخذ هذا الفيدباك واحط هون زي انفرتر او شيء يقدر يتحكم في الكرنت اللي موجود هون بحيث انه يضل يحرك هذا، فهو هذا كل ما مشي شوي بسحبه زياده، زي اللي عم بسحب معاه عربايه او شيء مش هيك، لا بشد الحبل كثير ولا برخيه كثير، شو بعمل؟
شوف هذا قديش مشي وبسحب زيادة شوي بسحب زيادة شوي، فبضل دائما أمامه بمقدار 90 درجة. هذا عمليا أحيانا بسموه brushless DC motor، بس هو مبدأ عمل السيرفو موتور اللي موجود. أوكي؟